تسمعني 17 ملطة ما عقلش ما كان له مشكلة ولا لا حصلها شيء ولا صاحب البقالة جابس منه سامان 17 كل ما كان ما شاء الله أقول لك كان يبز زياد ولا الهواء ويصم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك؟ بعد شو مني؟ ما بشي سألك سلامات عواد يلا. أنا يبعد يبعد يبعد. لا خلاص احنا جينا اليوم محكمين. مش تحكمني مش تعم يعني مو يعني. يعني ما هذا ضرباك لضماك. ايوه 17. كم عمل لك؟ 17 ملطة. الله أكبر عليك. كنت ضابح. لا هي ليش ما توفي ال 20؟ قلت أنا عند بحلها كويس. مو؟ لا لا أنا قصدي خلاص احنا جينا نحكمك نرضيك. مو ترضيني. هذا ناضج وهذا نيه. يعني مو يا وانت تلع خلاص قد جينا نحكمك وعن اذبح لك التيس تذبح من؟ التيس لمو ترضيك ترضي وتغلطك مين لطمني؟ مين اللي لطمني؟ انا اللي لطمتك هزاي خل... لا 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 هو هذا اللي لطمك ايوه ونجي نذبح لك التيس لا التيس ما رجل عبد علي لطمني ايوه تذبح عبد علي ننزل معك عاد نذبح لك عبد علي اصدم هو ما لا لا انا ما ليش معك لا لا اسمع خلينا نكمل الاول اسمع احنا هنا عند بحلقة التاج نرضي وعبد علي قدو على حسابه التاج ادبه ما عمل التاج مو ذنبه ولا مش تذبحه يا حاج يا عم هذا اللي لطمني مو ذنب التاج وربولك عبد الله وقت العشرين خلاص يلا يا لا التاج لا مو ذنبه يا حاج يا عم